سلام صبايا جميعا، كيفكم؟ ان شاء الله تمام. رح نبلش اخر بارت واسهل بارت واحلى بارت بدرس probability اللي هي conditional probability. احنا مرقت معنا قبل بتيبل، مثلا اذا عندي تيبل مثل هلا عندي boys girls الاس اي اس مثلا، شو ال probability that the selected student is a boy knowing that he is in the ES section knowing that هيدا condition. نحصر حالنا بالاي، بس بنسحب من الاي 5 out of 14. وقال knowing جي، وقال knowing جي يعني عم نسحب من الجيرل بس، الال هن 7 out of the girls only 16، 7 out of 16 يعني نحن بناخد التوتال تاعول الكونديشن بس. كيف بنعرف الكونديشن؟ او بيقول قبله knowing that او given that او such that او لا بيحط sentence قبل ما يقول calculate the probability. يعني هاي دي ممكن يقول the selected student is a girl calculate the probability that she is from the LS section. اوكي رح نشوفهم هول بالexercises. كمان ممكن يجي الconditional probability بشكل earn، يعني عنا two earns U and V. شو probability red knowing U؟ knowing U بتحصر حالك باليو بس، الرد هن 7 7 out of 12. شو ال probability red knowing v؟ بتحصر حالك بال v بس، الرد هن 2 out of 11. اوكي هلا رح نحط الفورمولا تاعول الكونديشنال probability ورح نقول من وين اجوا وكيف بنحل عليهم. نحن بالسابق كان يمروا معنا conditional probability وكان فينا نحلها من دون ما نضطر انه نحن نستعمل فورمولا. خلينا نحكي عن الفورمولاز، بس انا بهتم اكتر هلا بعد شوي كيف طلعت الفورمولا، هن اللي بخلوكم تفهموا كل شيء. probability لاي نونج بي عندها فورمولا probability of a intersection b over probability of b، ونستنتج منها ان probability of a intersection b equal probability of a نونج b times probability للبي. اوكي finally في شيء بسموه total probability formula probability of A is probability of A intersection B plus probability of A intersection B bar. طيب هفترض ان انتم يعني عم تسألوا حالكم من وين اجوا هالفورمولا وعلى اي اساس وشو عم بيحكي، هات لنعمل تري دايجرام ونشوف هالفورمولا كيف بيجوا وبصير كلهم واضحين. عملت random experiment في event B، يمكن صار ويمكن ما صار. هيدا الايفنت B عنده probability، هيدا الايفنت بي عنده probability. خلينا نسميه ايفنت اي، بي خلينا نسميه ايفنت بي. اوكي هيدا الايفنت بي يمكن صار ويمكن ما صار، اذا صار probability للبي، اذا ما صار probability للبي بار. رجعت كملت الراندوم اكسبيرمنت في ايفنت اي، يمكن يصير ويمكن ما يصير صح، واذا كان البي ما صار كمان ايفنت اي يمكن يصير يمكن ما يصير. هلا هون هيدا الايفنت اي عنده probability of a بس شو knowing b، على شرط انه في قبله. هيدا هون عنده probability للاي بار بس شو في knowing b. هيدا هون probability للاي knowing b بار لانه في قبله b بار. هيدا هون probability للاي بار، هيدا هون probability للاي بار knowing b بار. هيدي تري دياجرام حنتعلم كيف نعملها بكل اكزرسايز وهي كتير سهلة، فينا نعملها بكل اكزرسايز نحنا، بس عادة انا شخصيا بعملها لما عندي برسنتج اكتر شيء. هلا مثلا اذا قال لي شو البروبابيليتي لاي انترسكشن بي، بيجي بطلع اي انترسكشن بي يعني اي ان بي، وين في اي ان بي؟ هاي كلها اي ان بي صح؟ يعني هيدا ضرب هيدا، يعني هي probability of a union knowing b هيدا times probability of b. هيك بنكون طلعنا تاني فورمولا تاعو الكونديشنال بروبابيليتي وحتكون كتير سهلة نحن بالنسبة لنا بالاكزرسايزز، بكره بتشوفوا لما نحل اكزرسايز مع تري دايجرام. طيب انا بدي probability للاي نوينج بي، probability للاي نوينج بي بعمل لها ديفايد هيدي هون، يعني ايكوال probability للاي انترسكشن بي على probability للبي. فاينلي اذا قال لي كالكيليت probability للاي، طب ما انا عندي 2 اي، في هون A في هون A، في 2 A أو A مع B أو A مع B بار، يعني هي probability ل A intersection B plus probability ل A intersection B بار. وهيك بكون خلص كل شرح الدرس. هلا هيدي البارت ما بتنفهم أكتر شيء من خلال exercise، حنحل exercise.
بس بيجي بيقول لي 60% of the population of a certain village بلا بلا بلا، اللوح ما بيساعد كتير، are male، 60% are male. 35% of the male have green eyes when 2 over 5 of the female have green eyes. سوري على الخط كمان، كنت عم حرك اللوح المحو هودي. One person is selected at random. أنا لما أشوف exercise هيك في percentage دغري بروح التري دياجرام. برجع بقول التري دياجرام بتزبط مع الكل، بتزبط مع drawing balls، بتزبط مع التيبل، بس أنا ما استعملتها قبل. بفضلها يعني التيبل بحله تيبل، drawing balls بحله drawing ball، كل شيء percentage هيك بحله تري دياجرام. بلش 60% of the population are male. 60% يعني 0.6. من بلش 60% 0.6 are male، يعني يلي not male هني female هني 0.4. بيرجع بيقول لك 35% of the male من هول 35% يعني 0.35 are have green eyes. اوكي، لكن يلي do not have green eyes هني 100 minus 35 0.65، هودي ما عندهم green eyes. 2 over 5 في يقول لك يا fraction في يعطينا يا percentage is the same. 2 over 5 of the female have green eyes. 2 over 5 عندهم green eyes، يعني يلي ما عندهم green eyes هن 1 minus 2 over 5 3 over 5. وهيك أنا بكون عملت التري دياجرام. هو أغلب الأحيان بالبكالوريا اللبنانية ما بيطلبها، بس نحن لما بنعملها بنوفرح عنا كتير شغل. هلا بيجي بسألك probability للأم intersection G. أول سؤال عادة هيك مثلا أم intersection G، أم intersection G بنجي وين في أم مع G؟ هاي دي أم intersection G، هي 0.35 times 0.6. بالامتحان رسمي بيطلب أو تكتب بفورمولا أو تري دياجرام. أنا حعملهم اثنيناتهم، يعني أنا عملت تري دياجرام. أم knowing G هو هيدا الرقم، يعني probability للجي knowing M times هيدا الرقم يلي هو probability للأم، يلي هو بكل الأحوال 0.35 times 0.6 وبيطلع معنا الأنسر. أوكي 5 0 3 18 0.21 بيطلع. بعدين بيسألك شو probability مثلا للجي intersection F. جي intersection F، جي intersection F هول فينا بالامتحان الرسمي إذا نحن عاملين تري دياجرام دغري بنعمل 2 over 5 times 0.4، بس أنا كمان هعملها مع فورمولا. هيدا هون هو جي knowing F times هيدا هون هو probability للاف، يعني equal 2 over 5 times 0.4 يعني 2 over 5 و 0.16 بيطلع الانسر 0.16. اوكي بعدين هاي part 1. مثلا part 2 بيجي بيقول لك calculate probability للجي. probability للجي عندنا 2 جي، يعني هون total probability formula اللي احنا بنستنتجها لحالنا بالاكسرسايز، total probability formula هون جي وهون جي، او جي intersection ام او هون جي intersection اف، ونحن منكون مطلعينه. اذا مش مطلعينه نضرب الارقام ببعض، فبيطلع معنا 0.21 plus 0.16 بيطلع 0.37. اوكي هلا ممكن يسألنا بعد ما سأل هول مثلا calculate probability of part 3. حتى نمحي part 3 هلا ممكن يقلنا calculate probability of M knowing G. M knowing G نحن ما عنا بتري، عنا G knowing M. M knowing G ما في، M قبل G ما في، فمنضطر نروح على الفورمولا. M knowing G هي M intersection G، يعني هاي intersection هاي over probability of the condition probability للجي. بتصور حفظها كتير سهل. M intersection G intersection بيناتهم على probability لهاي. M intersection G طلعناها من شوية 0.21، probability للجي كمان طلعناها من شوية 0.37، منطلع الانسر على الكالكوليتر. هاي ده كل شيء خاصه conditional probability مع percentage with tree diagram، هو اسهل شيء.